هلا مشاهدينا، بعد ما رجعنا من الارث الثقافي الفنون والموسيقى رح نروح لمبادرات فيها الكثير من الاهداف، وواحده منهم منصه هي ميد دوز، حنحكي عنها اليوم. يعني شام صحيح، مثل ما ذكرتي حضرتك فاطمه، يعني منصه ميد دوز او منصه الصحه السوريه اللي رح نتعرف هلا على كل مشاريعها ومبادراتها الجديده. معنا بالاستوديو الدكتور احمد نزار محمد، اختصاصي اذن وانف وحنجره ومؤسس منصه ميد دوز. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بحضرتكم. اهلا وسهلا فيك دكتور معنا اليوم ضمن استوديو دامسكو. بدايه اذا بتذكرنا بمنصه ميد دوز، كل نشاطاتها؟ لا والله من الصعب نحصر كل نشاطاتها، لأن هي تحولت من منصة كانت صغيرة ما يقارب 5 سنين لليوم صارت منظمة رسمية بالجمهورية العربية السورية، مرخصة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية. ولكن نحن نقدر نحكي بالعموم أنه هي منصة عم تحاول اليوم تقدم، بلشت بالتوعية الطبية للمجتمع، الحديث عن العادات الخاطئة، هيك بلشنا، اللي منتشرة بالمجتمع، وصولا لتقديم الخدمات وبشكل لاحق لتقديم عمليات جراحية بتكاليف مخفضة. كان يعني غضون ذلك في كثير من المبادرات اللي كانت على أرض الواقع، منها اللي كان يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، منها اللي كان بيهتم بالمسنين، منها اللي كان باستجابات طارئة مثل أزمات الحرائق اللي صارت من ما يقارب السنتين، ومنها أزمة كورونا اللي استمرت لفترة طويلة. قدمنا من خلالها من وجهة نظرنا شيء جيد، هذا الشيء كان بيلامس الواقع. يعني بفترة كورونا نحن ساعدنا بتقديم الاستشارات، عملنا أول خط ساخن بالجمهورية العربية السورية، وصار مصطلح مألوف بداية نحن بلشنا فيه، عملناه نحن ضمن مبادرة صار دورك، بعدين قلنا لنقابة أطباء دمشق عملنا لهم إياه، ومن ثم انتشر. ألفنا أول كتاب كان بيحوي على ما يقارب 100 سؤال وجواب حول كورونا ببداية كورونا، وقت ما كنا بنعرف أي تفصيل حولها. قدمنا الاستشارات، قدمنا الفريق الطبي المنزلي اللي كان يروح لعند الأشخاص اللي هنو ما قادرين ينزلوا على المشفى، قدمنا الصوانات الأكسجين، قدمنا كمامات تقريبا لأغلب مشافي سوريا، ما يقارب 1 مليون كمامة، سواء كانت العادية أو N95، واستمرينا يعني بهذا الشيء. عملنا عمليات ترميم بمشفى مثل مشفى المواساة، وركبنا ضمنه شاشات لنشر التوعية أيضا، ويعني شغلات كثيرة لسه والله. حلو كثير. يعني ذكرت حضرتك كل الخدمات اللي عم تقدم من قبل المنصة، هي بعض منها كمان، هل هي الخدمات ثابتة ولا عم يتم التوسيع فيها؟ هلا ما في شيء بالحياة بيضل ثابت، وخصوصا اليوم هو عصر سريع جدا، بيتسم بالسرعة، بيتسم بالتطور، أي شيء بضل ثابت بيختفي بصراحة. فاليوم أنت دائما بحاجة لاستجابة لمتطلبات العصر الجديدة، كل مرحلة إلها شروطها لأننا مستمرين، فكل مرحلة إلها شروطها وظروفها اللي بتطلب منك إجراء إضافي لحتى تقدري الخدمة تكون واقعية، يعني لحتى تقدري تقدمي شيء حقيقي تكون الخدمة مختلفة من فترة لفترة. تمام. استجابة العصر. لو نتوسع أكثر ونحكي عن مشروع أحمد تحديداً، شو عم يقدم؟ شو نوع الخدمات اللي عم يتم تقديمها من خلاله؟ تمام. هلا مشروع أحمد أكثر شيء بيتسم فيه بصراحة إنه هو مشروع واقعي، يعني هو بيلبي الحاجة بشكل الحقيقي. مشروع أحمد بيقدم عمليات جراحية للناس ضمن المجتمع بتكاليف مخفضة تقريباً، يعني ربع أو نصف القيمة. اليوم في كثير من الأشخاص ما عندها قدرة تروح على مشفى خاص لتعمل عملية، بنفس الوقت وقت تكون المشافي الحكومية يعني بشكل كتير صريح هي ما أنا قادرة تلبي هاي الأعداد الفائضة بسبب الحصار اللي صار مفروض علينا، الطاقة الطبية صارت عم تضعف شوي شوي، المشافي ما عاد قادرة تلبي كافة احتياجات كل الناس، فالشخص بيكون خصوصي وقت يكون عمل جراحي فهو غير قادر يصبر عليه، يعني وقت شخص تكون والدته أو والده عنده ورم أو عنده كسر أو عنده أي أذية بشكل عام، هو ما بيقدر يستنى ممكن دور 6 شهور أو 8 شهور، بنفس الوقت هو ما عنده قدرة يروح على مشفى خاص اللي صارت تكلفة العمليات بالملايين، وما منكون عم نبالغ إذا قلنا بعشرات الملايين. فإجا مشروع أحمد لحتى يحاول يساعد بردم جزء صغير من هي الفجوة لشريحة من الناس اللي هي لا قادرة تستنى ضمن مشفى حكومي سنة أو عدة أشهر، ولا قادرة تروح على مشفى خاص، ولا قادرة جمعية تغطيها، يعني هنو أشخاص بكل الأبواب مسكرة قدامهم، فحاولنا نفتح باب صغير لهدول الأشخاص. حلو دكتور، إذا بتخبرنا أكثر عن المشاكل والصعوبات اللي ممكن تواجهوها ضمن مشروعكم، شو هي أبرز المشاكل اللي واجهتكم؟ والله العدد الكبير،
اليوم أعداد الناس اللي بتتواصل معنا هائلة، يعني ما يقارب 300 ل 400 مريض كل يوم، وهذا الشيء بصراحة يعني مشافة كبيرة ما قادرة تستوعبه. لحتى تكون مبادرة من منظمة تعتبر حديثة نسبيا بمشافة عريقة، الأعداد الكبيرة والمتطلبات الكبيرة للناس اللي هنن لا يلاموا، يعني هنن لا يلاموا، ونحن لا نلام. نحن ضمن بقعة جغرافية عم تعاني من صحيح. بتوقع أصعب الحروب عبر التاريخ بصراحة صحيح. فنحن عم نحاول نكون جزء من هذا الجيش اللي عم بيقدم شيء باختصاصه. أنتم كإعلاميين عم تقدموا شيء للناس كتير مهم، ونحن كأطباء ضمن هذا المجال عم نحاول. يعني نحن عملياتنا ضمن مشروع أحمد بيقدم فيها الأطباء عملياتهم بدون أجور، يعني الطبيب بيقدم عملياته بدون ما يتقاضى أي أجر، أحيانا بيكون أجر رمزي هو بيمثل بعض التكاليف اللي هو بحاجتها لحتى يستمر بتقديم الخدمة. المشافي بتتنازل عن أجزاء أيضا من تكاليفها، أحيانا بيكون في أشخاص بيساعدوا بالتبرع لحتى لسه ننزل الكلفة. بهذا الشيء نحن عم نقدر ننزل كلفة من 100% ل 30 أو 35%. يعني الشخص بدال ما كان يدفع مضطر يدفع مليون ليرة يمكن يصير يدفع 200,000. فنحن صح ما قدرنا نوصله للصفر انه هو ما يدفع شيء، بس نحن غطينا احتياج على قدر المستطاع مجموعة الناس فعلا. هو لانه في ناس هي ما عندها قدره ابدا، هون ممكن تتوجه لجمعيه خيريه. هي تقدر الجمعيه الخيريه بيكون عندها متبرعين مستمرين حتى يقدروا يغطوا تكاليف هدول الناس. نحن عم نتوجه لشريحه ثانيه، يعني هيك نحن بالتعاون مع الجمعيات غطينا شريحتين، شريحه الناس المعدمين تماما، وشريحه ثانيه من الناس هي ليست معدمه وحتى يمكن ما غلط توجه لجمعيه خيريه لانه هديك الها ناسها. يعني هي ما بصير ياخذ دور شخص وفعلا معدم، نفس الوقت هو ما عنده قدره يروح على المشفى، فيعني شريحه الناس المتوسطه للضعيفه نوعا ما. يعطيكم العافيه على جهودك اللي عم تبذلوها اكيد. طب اذا بدنا نعرف اكثر عن اليه العمل اللي عم تتبعوها بالمنصه، شو اهمها بالبداية؟ كيف بتبدأوا يعني كيف بالمشروع؟ بالمشروع تحديدا وبجميع الخدمات اللي عم يتم تقديمها سواء كان مشروع احمد او غيره، كيف عم يتم الربط اليوم بين الدكتور بين المريض وبين العاملين بالمنصة والمشروع؟ هلا بداية كل المتطوعين بالمشروع وبالمنصة هم أشخاص متطوعين ضمن منظمة أطباء من أجل الجميع، اللي هي المنظمة الشاملة لكل نشاطاتنا، اللي هي مرخصة على سوشيال ميديا ومرخصة على أرض الواقع. بكل مشروع من المشاريع في آلية، لأنه كل مشروع بيقدم خدمة شكل، بالتالي فالآلية مختلفة بين مكان ومكان. بما يخص مشروع أحمد، نحن في عنا كول سنتر، مكتب فيه 4 متطوعين بيضلوا كل يوم ما يقارب 12 ساعة على مدار الشهر بدون أي يوم عطلة. عندهم أرقام تواصل سواء كانت واتساب أو سواء كانت اتصال، وهي الأرقام نحن عم ننشرها بشكل مستمر حتى المجتمع عم يساعدنا بنشرها على السوشيال ميديا. وهي وصلت يعني نتيجة الأعداد الكبيرة بتوصلنا، نحن بيكون عنا استنتاج بسيط إنه هي عم توصل لأعداد كبيرة. بيتواصلوا معنا، بناخذ منهم المعلومات اللي لنقيم أحيانا إنه هن أشخاص بيستحقوا الدعم أو لا. وطبعا هو كل الناس تستحق الدعم، بس في دائما في أشخاص أكثر حاجة، دائما الصح إنه نحن نتوجه للأكثر حاجة أولا ومن ثم للأقل احتياجا. ينفرزوا هدول المكالمات بتوزعوا على الأقسام، فمثلا قسم الجراحة العصبية يوصلوا لعند أطباء الجراحة العصبية جوا المشروع، بتواصل معهم أطباء الجراحة العصبية للمرضى، بيخبرون أنه أنا الدكتور فلان المشروع أحمد حضرتك متواصل معنا كرمال عملية مثلا ديسك أو جنف أو لنفرض ورم دماغي، بنتمنى نحدد موعد سوى للفحص. طبعا لأنه أي مريض لحتى يعمل العملية بده فحص قبل، فحص دقيق. بيتفقوا على موعد الفحص بمراكز مختلفة جوا سوريا وبعدة محافظات، بيراجع المريض بهذا الوقت، بيتم فحصه، بيتم طلب الصور الشعاعية، التحاليل حتى يتم وضع التشخيص، ومن ثم الانتقال لوضع العمل الجراحي. بهي الأثناء بتوضح للمريض قديش ممكن فرق التكلفة اللي هو ممكن كمثال عمليات. هل في تجاوب من كل المشافي؟ والله هلا أغلب المشافي عم تساعد، يعني نحن لاحظنا أنه المشافي عم تقدم هي الخدمة وعم تحاول تساعد بهذا الموضوع، لأنه هي عم تلتمس اليوم غلاء الأسعار. يعني التكلفة عم تتحول بين شهر وشهر، يعني من سنة لهلأ تقريبا مرتفع الأسعار 5 أضعاف. فالعملية بتكون نحن برا المشروع ممكن تكلف 30 مليون، أنا ممكن تكلف 10 اللي هي جور مشفى وبعض التعويضات. للتعويضات اللي هي نحن بنسميها البدائل مثل المفصل أو الشبكات اللي هنون قطع بتجي جاهزة، هدول التعويضات نحن بنسميهم. بتتم العمل الجراحي ومن ثم بعده بعد ما يطلع المريض في عنا قسم متابعة بيتواصل مع المريض ليسألوا عن
كيف كان العمل الجراحي، كيف كان تماما، كيف كان اداء الطبيب، كيف انت لاحظت التعامل، كيف كان كذا. حتى نحن كمان هنو صح اطباء ومتطوعين، بس بتوجب علينا كمان تقييم بشكل مستمر. تمام دكتور، هون بدنا نسال، في نقص بالكوادر ان كان الطبيه ولا الاختصاصات الثانيه اللي عم بتساعد ضمن هذا المشروع، او لا الكوادر كامله وما في اي ضمن المشروع؟ والله متوافر كل شيء الحمد لله وبشكل جيد، يعني بما في ذلك عمليات كبيره مثل عمليات طفل الانبوب، بما في ذلك عمليات جراحه قاعده الجمجمه، يعني كل العمليات دون استثناء. يعني حتى العمليات اللي نعتبرها نوعا ما هي فيها صعوبه او هي بمكان محدد حساسه فعم بتكون متواجده كلها الحمد لله. يعطيكم الف عافيه. الله يعافي قلبك دكتور. هل كل اليوم اللي ضمن المشروع هن كلهم دكاتره حصرا دكاتره، ولا لا ممكن في اشخاص عاديين ما لهم دكاتره وما لهم بالاختصاص يكونوا متواجدين معكم؟ بقسم واحد اللي هو الكول سنتر، مكتب تلقي الاتصالات، ونحن هون تقصدنا ما يكونوا دكاتره. اليوم في حال انا كنت على الكول سنتر او انا عم جاوب المرضى، فوقت يتواصل معي شخص بدي بس سجل الداتا تبعه او معلوماته يسالني سؤال باختصاصي، انا رح جاوبه، ممكن ضل ربع ساعه او نص ساعه عم بتناقش معه. هذا الشيء ما بيتلائم مع قدرة المشروع على الاستجابة لأعداد كبيرة من المرضى. حتى نحن بنطلب من المرضى أنه نحن بس أخذنا المعلومات تنتهي المكالمة، لأنه في طبيب تاني رح يتواصل معه ويشرح له باستفاضة عن كل شيء بده إياه، حتى ما ناخذ أوقات مرضى تانيين، لأنه في أحيانا بيجي عمليات إسعافية، يعني مريض بده شبكة قلبية إسعافية، يعني نحن معنا ساعة يا منلحقه يا بيموت. فوقت يكون الخط مشغول بهذا الوقت نحن ممكن نخسر حياة شخص. دكتور يعني بدي روح لهيك للمنصات، المنصة اللي بتخصكم فيها نظرة هيك كوميدية وهذا الشيء كتير محبب بالنسبة لكل المتابعين لكم، يعني بتحطوا دواء وبيكون فيه هيك بوست مميز، يمكن هذا الشيء كتير بيقرب العالم لهي المنصة، فتحكي لنا أكثر عن تفاصيل هاي الأمور كيف بتصير؟ تمام. هلا ميدوز فيها ما يقارب 600 متطوع، كلهم هنن اطباء، اطباء من سوريا ومن برا سوريا، وفي منها متطوعين هنن مو اطباء بس بيشتغلوا بشركه فيسبوك بذات نفسها لحمايه المنصات تبعنا. الغايه انه نحن يعني نحن كميدوز اليوم هي مانا صفحه، هي عباره عن منصات تقريبا بتطلع شي 12 منصه، بلشت بصفحه واحده صغيره واليوم هدول منصات على كافه مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدين تطورت لتصير تخصصيه، يعني في منصات للصيادله بذات نفسهم، في منصات للاطباء، في منصات للطب النفسي، في منصات لأطباء الأسنان، في صفحات تقدم الاستشارة النفسية بشكل مجاني، بالإضافة في منصات هي بتقدم الاستشارة الطبية أيضا بشكل مجاني، في منصة للفريق الطبي المنزلي اللي بيراجع المنازل اللي بيقدم لهم حتى ضمن المنزل الإيكو إذا احتاج ممكن يصوروا تصوير شعاعي جوا المنزل بيجيب له جهاز الأشعة. هدول منصات كل واحدة إلى خصوصيتها. بشكل عام نحن جوا ميدوز بنسعى لنأمن بيئة طبية أو مجتمع طبي مختلف عن تصدير المعلومة ككتاب أو كمحاضرة. ليش هذا الشيء؟ لأنه نحن بنحب نكون يعني واقعيين، قريبين من الواقع. الواقع كلنا بنعرف أنه صحيح. أنا بفتح فيسبوك لأني بدي أتسلى، فنحن بنحاول تكون المعلومة هي جزء من المتعة، يعني يأخذ المعلومة هو مستمتع الشخص. لو كانت معلومة صلبة أو جافة أو كذا، انا اول شخص ما بقراها، يعني حتى صحيح. وقت يمرق احيانا منشورات تكون الشخص اللي كاتبون هيك ستريكت صارم فيها صحيح. ولو كانت لنا ما بقراها، لكن يعني الجهود اللي عم بتقدموها والقصص اللي عم تعملوها هي كافيه. بظن شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه يا رب. شكرا لجهودكم. الله يعافي قلبكم. يعطيكم الف عافيه. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه برنامج دامسكو، ترافقنا فيها لمده ساعه من الوقت، انطرونا بنفس التوقيت، تضلوا بألف خير. إن شاء الله هيك قدرنا نكون خفاف الظل فاطمة على قلوب مشاهدينا. أكيد ما تنسوا تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأي استفسار حابين تسألوا عنه. ملاقيكم بكرة بنفس التوقيت، تضلوا بخير.